أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة وخلال الثلاثة أيام القادمة. على صور الأقمار الصناعية لهذا المساء بنلاحظ خلو المملكة تقريبا من أي تواجد لأي نوع من أنواع الغيوم، لكن هناك بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة تغطي وتظهر في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. أما الرياح وسرعة الرياح فبنلاحظ أن المناطق الشرقية من المملكة تتعرض لرياح ما بين نشطة إلى قوية السرعة أحيانا، وكذلك المناطق الغربية من المملكة وهذه تثير الغبار والأتربة، لكن المناطق الوسطى بتكون سرعة الرياح تقريبا فيها معتدلة. هذا مساء ليلة الثلاثاء على الأربعاء، لكن يوم الأربعاء تشتد سرعة الرياح في المناطق الشمالية والغربية وتدريجيا لتشمل المناطق الشمالية والوسطى والمناطق الجنوبية، وتكون مثيرة بما فيها طبعا الرياض، وتكون مثيرة للغبار والأتربة يوم الخميس في المناطق الشمالية والوسطى وأيضا بعض المناطق الغربية من المملكة. هذه الرياح تبدأ سرعتها تقل تدريجيا اعتبارا من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة بإذن الله. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، هذه الليلة الأجواء ما بين تقريبا صافية إلى باردة نسبيا، ودرجة الحرارة الصغرى بحدود 10 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام قادمة في الرياض فبنلاحظ أنه الأجواء راح تكون ما بين لطيفة إلى معتدلة في النهار، لكنها تميل قليلا إلى البرودة بالليل. يوم الأربعاء العظمى 24 والصغرى 12 درجة، يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، أجواء معتدلة بالنهار لكنها لطيفة بالليل، تميل إلى البرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، العظمى 27 والصغرى 15. يوم الجمعة أيضا الأجواء معتدلة إلى لطيفة في النهار والعظمى 30 درجة، بالليل بتكون لطيفة وتميل إلى البرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، الصغرى بحدود 16 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة العربية السعودية في الإسكاكة وعرعر وتبوك، الأجواء مشمسة ما بين تقريبا لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا، في إسكاكة 18-8، في تبوك 19-11، في عرعر 17-7 درجات مئوية. المناطق الجنوبية والمناطق الغربية تقريبا في المدينة المنورة كل أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا، في المدينة المنورة العظمى 26 والصغرى 15، في جدة العظمى 28 والصغرى 20، في مكة المكرمة العظمى 31 والصغرى 19، في الطائف العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا وأحيانا غائمة خاصة في منطقة جازان مع احتمال سقوط زخات رعدية متفرقة من المطر أحيانا، الباحة العظمى 15 والصغرى 10، في أبها العظمى 19 والصغرى 10، في جازان العظمى 28 والصغرى 24 درجة مئوية. أما المناطق الشرقية، المناطق الشرقية مشمسة بالنهار وأيضا لطيفة وصافية وتميل إلى البرودة قليلا أثناء الليل، العظمى في الدمام 20 والصغرى 13، في حفر الباطن العظمى 19 والصغرى 10، في الإحساء 20 إلى 10 درجات مئوية. أما المناطق الوسطى ومنطقة الرياض في مناطق أيضا مشمسة ما بين لطيفة إلى معتدلة بالنهار تميل قليلا إلى البرودة في الليل، حائل 17-9 وبريدة 18-10 وفي الرياض 21 إلى 11 درجة مئوية. هذه هي الأحوال الجوية المتوقع هذه الليلة وخلال الثلاثة أيام القادمة. نتمنى للجميع لإخواننا في المملكة العربية السعودية أوقات سعيدة وأجواء لطيفة، مع أجمل التحيات لكم من طقس العرب.